بسم الله الرحمن الرحيم. ده الفيديو الخاص بالمصطلحات الموجودة في الشابتر بتاع السيل انجري. الفيديو ده مش ده توضيح حاجة باثولوجيك قد ما هو توضيح بس المعنى مصطلحات معينة بالباثولوجي. اول حاجة هتلاقيها موجودة في الشابتر كلمة كلاودي سويلنج. كلمة كلاودي سويلنج دي في الباثولوجي لما يقولك ان الخلية دي فيها كلاودي سويلنج يعني الخلية دي معبية مية. لو جينا لاحظنا ادي الخلية عندنا وادي البوردرز بتاعتها اهي، واللي جوه دي النيوكليس. المفروض السيتوبلازم بيبقى لونه بينك، لقينا السيتوبلازم هنا لونه ابيض. لونه ابيض لان هو معبي جواه مية، المية بتبان شكلها كده تحت الميكروسكوب في الشريحة المصبوغة بالهيماتوكسلين اند الايوسين. فالخلية لما بتكون السيتوبلازم بتاعها مبيض او بالمنظر ده، طبعا في اسباب كتير جدا بس من الاسباب ان هي تكون معبية مية. فلما اجي اقول لك كلمة كلاودي سويلنج تبقى عارف ان الخلية شكلها عامل كده، ان الخلية بيكون السيتوبلازم بتاعها لونه ابيض. ليه ابيض؟ لان هو معبي مية، بتبقى عاملة زي البابلز كده. لما المية دي بتبقى كتيرة قوي بيبقى نفس المنظر ده بس اكتر شوية، بنسميها الهيدروبيك ديجنريشن. يبقى الكلاودي سويلنج والهيدروبيك ديجنريشن نفس المنظر، الفرق بس ان الهيدروبيك ديجنريشن بتكون كمية المية المتجمعة في السيتوبلازم اكتر. طيب هنلاقي كمان كلمة بيزوفيليا. كلمة بيزوفيليا يعني حاجة لونها مزرق، يعني قدامنا الخلية دي خلية من خلايا الدم اسمها بيزوفيلز. كلمة بيزوفيل او بيزوفيليا يعني ان في زرقان لون ازرق زيادة، لون ازرق غامق قوي في الموضوع. فلما اجي اقول لك كلمة بيزوفيليا تبقى عارف ان الحاجة اللي قدامك دي اللي انا قايلة ان فيها بيزوفيليا واتيفر هي ايه، هيبقى لونها اللون الازرق الغامق ده. لما اجي اقول لك كلمة بقى ايزينوفيليا تبقى عارف ان الحاجة اللي قدامك لونها محمر بالمنظر ده، لونها بينك محمر كده، دي معنى كلمة إيزينوفيليا في الباثولوجي. طيب اما اجي اقول لك في الباثولوجي كلمة كاريوريكسس. كاريوريكسس يعني النيوكليس حصل لها فراجمنتيشن، النيوكليس اتكسرت بالمنظر ده. اما اقول لك بيكنوزس يبقى النيوكليس قلت في الحجم، حصل لها شرينكج بالمنظر ده. اما اقول لك النيوكليس حصل فيها كاريوليسس او كاريوليسس يبقى النيوكليس ايه، خلاص بدأت تتحلل وهتختفي تماما، نيوكليار فيدنج. يبقى الكاريوريكسس النيوكليار اتكسرت، البيكنوزس النيوكليس حصل فيها شرينكج، اما الكاريوليسس فالنيوكليس حصل فيها ايه، فيدنج. طيب اما اجي اقول لك كلمه كواجولاتيف نيكروزس. اني كواجولاتيف نيكروزس في الباثولوجي واتيفر حصل فين، معناه ان التيشو ده مات بس مات وسايب اثره. يعني مالكش دعوه الاستراكشر ده ايه دلوقتي، بس قدامنا هو استراكشر عامل شكل اوفال. الاستراكشر ده لما مات ساب مكانه اثر، هو مش نفس الشكل بس كانه سايب مكانه الشبح بتاعه. هو ده كده بالظبط الكواجيلاتيف نيكروزس، التيشو اللي عندي بيموت بس بيسيب مكانه اثر، بيسيب مكانه اوت لاينز، بيسيب مكانه الاشباح بتاعته، بيبقى كان الاثر بتاعه بس مش هو. دي معنى كلمه كواجيلاتيف نيكروزس. لكن معنى كلمة ليكويفاكتيف نيكروزس بغض النظر برضو ايه التيشو ده، فانت بيبقى عندك ده التيشو اللي هو ليفينج تيشو اللي هو التيشو الصاحي. لما بيحصل فيه ليكويفاكتيف نيكروزس يعني كأنك موتته، انك خدته ضربته في الخلاط، هتلاقي بقى ملوش اي ستراكشر، مش سايب اي جوست مكانه، كأنك خدته وضربته في الخلاط، مش سايب اي جوست ولا سايب اي اشباح مكانه بالمنظر ده. تمام، ده الليكويفاكتيف نيكروزس. طيب في بقى حاجة اسمها الكازيشن نيكروزس. الكازيشن نيكروزس هناخده بالتفصيل في شابتر التوبركيلوزس، بس كلمة كازيشن نيكروزس ده نوع من انواع النيكروزس اللي بيبدأ كواجيلاتيف، بيبدأ كواجيلاتيف يعني التيشو بيموت وبيسيب مكانه اوت لاينز، وبعد ما بعد كده بيحصل عليه ليكويفاكتيف نيكروزس اون توب اوف الكواجيلاتيف نيكروزس. ده يبقى الكازيشن ده ميكس ما بين الكواجيلاتيف نيكروزس والليكويفاكتيف نيكروزس، بيبدا كواجيلاتيف وايه ويحصل ليكويفاكتيف نيكروزس اون توب اوف الكواجيلاتيف نيكروزس ده. فيحصل عندي ايه المحصله؟ المحصله ان هو تيشو هيبقى ميت لونه بينك ملوش اي ملامح خالص بس هيكون مشقق، بيسموه جرانيولر. يبقى هو ده الكازيشن نيكروزس، ان هو بيبدا كواجيلاتيف وبعد كده يحصل عليه
الليكويفاكتيف نيكروزس، والتيشو يبقى ايه، يبقى مشقق بالمنظر ده، هو ستراكشرلس ملوش اي ملامح بس يبقى مشقق بالمنظر ده كده، في شقوق اللي هي الحاجات البيضة دي. طيب بعد كده في حاجة اسمها الفات نيكروزس. الفات نيكروزس ده هو عبارة عن ايه، شوية فات الاديبوسايتس اللي احنا خدناها في الهيستولوجي، بس الاديبوسايتس بينها وبين بعضها خلايا التهاب، خلايا انفلاماتوري، خلايا الالتهاب. اول ما بلاقي الفات سيلز بينها وبين بعضها خلايا الالتهاب اللي هي الوايت بلاد سيلز او كرات الدم البيضة اللي هم الليمفوسايتس وحاجات لسه هناخدها، لما بلاقي ان الفات بينه وبين بعضه خلايا الالتهاب اللي هم الانفلاماتوري سيل، ده اسمه فات نيكروزس. طيب لما بلاقي ان التيشو اللي عندي اللي مات ده اللي حصل فيه نيكروزس لونه بيكون احمر غامق قوي كده، بيسموه فايبرينويد نيكروزس. وكلمه فايبرينويد يعني ايد، يعني شبه، كلمه فايبرينويد يعني شبه الفايبرين. الفايبرين ده بروتين ماشي في الدم، البروتين ده بيبقى لونه احمر قوي بالمنظر ده كده، فلما النيكروزس اللي قدامي يبقى بنفس لون الفايبرين فبشبهه بالفايبرين، بسميه فايبرينويد نيكروزس. فهتبقى فاهم يعني ايه الفايبرينويد نيكروزس. دي المصطلحات الغريبة اللي انت هتلاقيها في شابتر السيل انجري. طبعا الفيديو ده ما يتسمعش غير لما تسمع الشرح الاصلي اللي هو الفيديو الاصلي بتاع الشرح، لان الفيديو ده موضح فقط مصطلحات، فلازم تكون سامع الفيديو الشرح الاصلي وبعد كده تسمع فيديو المصطلحات. لو حد مش فاهم اي حاجة يبعتلي اي وقت.